بسم الله الرحمن الرحيم. في هذه الروضة جنة رسول الله يا الله، خصوصا لكشباتريكو باكلونوم يا الله. اللهم يا الله صحيح جسده يا الله، كذلك لجميع ذرياته اجمعين. اللهم صحيح جسدهم وبارك عمرهم ويسر لهم أمورهم كلهم، ويسر لهم أمورهم كلهم، وارزقهم ويسر لهم، وبلغهم زيارة مكة مدينة، زيارة حرمك حرم النبي صلى الله عليه وسلم مرة بعد مرات في هذه السنة، في كل سنة، في هذا العام، في كل عام يا حسن الحال يا رب. تقبل يا رب حسن الحال. اللهم يا الله سهلهم يا الله حاجاتهم وحصل مقاصدهم بجاه رسولك الكريم صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وبارك وسلم.